نعم. طب أستاذ عزمي، لافت للنظر هو حديث كثير من المواقع الإخبارية عن فرار قوات الدعم السريع جراء هذه الاشتباكات القوية وعن هروبها من أماكن تمركزها، ما حقيقة هذا الأمر؟ طبعا المعلومات دي صحيحة، لأنه الفيديوهات المتاحة الآن والتي يقوم بنشرها مواطن، خصوصا أن المعارض تدور في مناطق وأحياء سكنية، نلاحظ بأن قوات الدعم السريع بالفعل يعني متى ما سمعت أصوات إطلاق رصاص أو أطلت الطائرات أو المسيرات تقوم بالهروب. والأخطر من ذلك أن العمليات الخاصة التي تتم في أوقات متأخرة من الليل داخل المنازل التي تحتمي بها هذه القوات، قوات الدعم السريع، بدأت تثير رعب داخلهم، وبدأوا يعني يشعرون بأن هنالك يعني قوة مميتة بالفعل، لأنه القوة العسكرية قوات عامة خاصة لا تستخدم الرصاص فقط، إنما تستخدم أسلحة مختلفة في داخل المنازل، وبالتالي يعني عملية تنشيط المنازل يعني أشعرت قوات الدعم السريع المنتشرة داخل هذه البيوت بأنها معرضة للخطر ومعرضة للموت في أي لحظة، وبالتالي أصبحوا يعني ينتقلون من المنازل ليلا ويحتمون ببعضهم البعض. كذلك أيضا يعني عمليات الطيران المسير والهجوم الذي يقوم به الجيش السوداني من خلال استخدام المدفعية الثقيلة وكذلك من خلال استخدام المسيرات يعني أحدثت خسائر كبيرة جدا وسط قوات وميليشيا الدعم السريع. العمليات العسكرية الواسعة واستخدام القوة المميتة بالفعل يعني بدأ انعكاس آثاره واضحة جدا على قوات الدعم السريع التي بدأت تشعر بأن هنالك قوة أكبر من قوتها، وأنه لم تعد الآن الكفة راجحة لها، وأنه بالفعل يعني بدوا يهربون وبدوا يعني داخل الأحياء السكنية بدوا يخطفوا. يعني معظم الملاحظات بأنه يعني والمشاهدات المواطنين في منطقة الصحافات كذلك من منطقة دوري كذلك تذكرون بأنه أعداد الدعم السريع بدأت تقل بشكل ملحوظ جدا، كذلك ارتكازات في الطرق الرئيسية بدأت تختفي بشكل واضح، ما يعني بأن المعركة الآن في نهاياتها، وبأنه إذا تواصلت تحركات الجيش السوداني بهذه الكيفية ربما نشهد معركة برية حاسمة خلال الأيام المقبلة، يستطيع منها الجيش السوداني السيطرة على كل الجسور والشوارع الرئيسية